بوستيغو الكرة البعيدة ويوفرانو با 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 جول. يا فران موراليس فعلها بكيما وسجل الجول. الدقيقة 7 من انطلاقة المباراة، رافائيل فران وكأن عمره 50 سنة لم يقدر على الدوران ولا على اللحاق، فجاءه من بعيد خوزي لويس موراليس مسجلا الهدف الأول عند الدقيقة 7 من انطلاقة المباراة. يا لها من تمريرة خلف فران قد يقضي على الريال يسجل جول. روجر مارتي سجل جول ثاني للريال لليفانتي بعد 13 دقيقة لعب. 5 أهداف صارت في رصيد روجر مارتي. ليفانتي في سانتياغو برنابيو.